بلدي طلعت على كده. امبارح في اكبر سفينه حربيه امريكيه وصلت البحر الابيض وعدت من بورسعيد وهتعمل انزال في السويس كلها يوم بالكتير، وتلاقي القوات الامريكيه محتله القاهره. يا عم مين قال لك الكلام ده؟ يعني انا هالف من عندي؟ انا امبارح سمعت خبير استراتيجي بيقول الكلام ده بالتلفزيون. يا نهار اسود. ايوه يا سيدي، خلي الجماعه اللي بيتمونوا بقى من بره يعرفهم ويفرحهم ان مصر بتتقسم. انت عارف الراجل قال لهم سيبونا اكمل مدتي وامشي، لكن تقول ايه ومين يسمع؟ لازم ينفذوا التعليمات. ده كل شويه يقرفونا بحكايه الشهداء. انت عارف تلاقي محدش مات اساسا من دول. يا بيه يا بيه، كل اللي بيحصل ده مؤامره ضد مصر. جاي. طب انت عارف الشهداء اللي عاملين فبركوا صورهم دي كلها فيهم مش موجودين اساسا؟ ازاي بس؟ اقول لك انا ازاي. بيعملوها بحاجه كده اسمها فوتوشوب، وعشان هيجوا بقى الناس. فوتوشوب يا بطي. اقول لك على حاجه، شايف القلم؟ شايف القلم ده فوتوشوب؟ فوتوشوب ما ينفعش ده، فوتوشوب ما ينفعش، ما ينفعش يا جدع. انت ايه اللي عملته ده يا محمود؟ يا اخي ما تركز في هدفك شويه، انت كده هتضيع نفسك وتضيعنا كلنا. عايزين اسمع الكذب اللي بيتقال على اخويا واسكت. بصراحه محمود انت غلطان، انت تحمد ربنا اساسا ما كانش في حد من الشرطه العسكريه في القطر، والا كان زمانه اتقبض عليك. يا عم هو ده بيهمه حاجه؟ هو كل همه بس انه يفش غله وخلاص. ده ما بيصدق يلاقي اي فرصه عشان يحس انه اتهزم. انا ما اتهزمتش يا موني، ما اتهزمتش. مش معنى ان انا عايز اجيب حق اخويا ان انا اسكت، واي حد هجيب سيره اخويا او اللي زيي هروح فيه في 60 داهيه. بص بقى يا محمود، انا خلاص ما اقدرش اساعدك اكتر من كده. انا ما ينفعش اتعامل مع حد بيفكر بالاسلوب ده، خلاص خلصنا. استنى يا منى، سيبها. استنى، انا مش عايز حد يساعدني، وما طلبتش منها انها تساعدني اساسا. مين قال لكم انه عايز حد يساعدني يا اخي؟ انا هجيب حقي بنفسي. هتستهدى بالله كده يا محمود؟ مالك في ايه؟ هي بس منفعله عشان خايفه عليك وعلى قضيتك، وفي حد فينا مصاحب التاني عشان محتاج منه حاجه مثلا؟ احنا واقفين مع بعض زي ما كل المصريين واقفين مع بعضهم في كل الميادين. احنا عاوزين البلد دي تنضب بقى، وربنا يتوب عليها بقى من الحراميه والظلمه. انا عارف يا عمر، عارف، وعارف ان منى جدعه و100 راجل كمان يا اخي، وعمري ما هنسى وقفتها معايا ومع اخويا، ولا هنسى جدعنتك انت كمان. بس اعمل ايه يا اخوانا؟ حطوا نفسكم مكاني، اعصابي باظت خلاص يا عمر، الدنيا كلها اتقفلت في وش. يا عم سيبها على الله، وحد عارف ربنا مخبي لنا ايه بكره؟ ونعم بالله، ونعم بالله. بس ازاي؟ دول لعبوها صح. اهل عاصم وسكتوه، اهل اسماعيل وفهموهم ان ابنهم عمل حادثه، حتى اهل عبد الرحيم يا اخي، ده انت نشر الموضوع بقالك يومين وما جالناش اي رد فعل. ولا في حاجة حصلت مش عايز تقولي عليها يا عمري؟ الحقيقة رد الفعل الوحيد اللي جه تهديدات على الموبايل والايميل باني ما افتحش موضوع السجن ده خالص وما اتكلمش فيه تاني. ما قلتليش يعني عن الموضوع ده؟ هو انا لحقت؟ ما انا جيت من بره لقيتكم بتتخانقوا وصوتكم عالي وجايب لاخر الشارع، هقول لك امتى يعني؟ طبعا مش محتاج اعرف ان التهديدات دي جايه من مجهول، وان لو مشينا وراها مش هنوصل لاي حاجه. والله ما تضمنش، ممكن وصل اللخبطه اللي في البلد اللي بعت يهدد ما يعملش حسابه، وممكن يكون حسبها. هو في دوله عشان تحاسبنا اساسا؟ انت عارف ممكن جدا تلاقي محسن عرفه هو اللي بعت التهديدات دي. ما افتكرش، محسن عرفه ده هفق طاغيه درجه 6، كل اللي عمله ان هو اتصل يشتم في الجرنان هو ومراته وقرايبه وهددوا برفع قضيه. التهديد ده بيبان ان اللي كاتبه حد تقيل. ما تفتحش ملف في السجون تاني احسن لك. طب وانت هتعمل ايه؟ والله خياراتي مش مفتوحه قوي، ثم انا مش كاتب عمود، انا محقق صحفي يعني محكوم بمعايير لازم استوفيها عشان الجورنان يوافق ينشر لي. يا اما بكتب اللي عندي بقى في مدونه على النت وهو نصيب ولا حد يقرا له ولا لا. هتقفل الموضوع مش كده؟ على فكره مش هزعل منك على ظنك فيا، عشان انت لسه ما تعرفنيش كويس، وهدور على سكه جديده للمعلومات عن اللي حصل، وبدور على سكه للراجل اللي نزل الفيديو على اليوتيوب. لو وصلت له هقنعه يروح لمحامي ويقدم بلاغ ويحكي في اللي حصل قانوني، عشان القضيه لما تترفع تشكل وسيله ضغط على الداخليه وتبقى ملزمه تقدم تفسير للي حصل في موضوع فتح السجون. تمام كده. بص بقى، انا جات لي فكره، احنا ممكن ما نعرفش نحط ايدينا على هيثم ده، بس احنا ممكن نحط ايدينا على موضوع فتح السجون، وهو اللي وصلنا لهيثم. تمام، بس ما قلتليش ايه الفكره. بص يا سيدي، انا عبد الرحيم كان قال لي انه ساكن في بلد كده في الصعيد، بلد الزمن نسيها اساسا. انا لازم اسافر لهم بكره فورا. طب هتروح لهم ازاي وانت هربان؟ زي ما رحت لاهل اسماعيل في طنطا بالقطر. ما هو مش كل مره تسلم الجره يا سيدي. هحاول ولو نصيبي،
وبعدين عبد الرحيم قبل ما يموت الله يرحمه كان موصينا اروح لاهله، لازم انفذ الوصيه، وفي نفس الوقت هقنعهم ان هم يقدموا بلاغ في الداخليه يطالبوا بالتحقيق في اللي حصل فتح السجون. بس هيثبتوا ازاي اصلا انه كان في السجن؟ عيب يا استاذ، ده انتبهوا المفهوميه. انت ناسي لما دخلنا السجن انا وعبد الرحيم اتقيدنا في الدفاتر وخدنا ارقام رسمي، يعني فيما يثبت وجودنا هناك. انا هخلي ابويا بالاتفاق مع منى يرفعوا قضيه يشوف اذا كنت عايش ولا ميت، ويطالبوا بالتحقيق في الاهمال اللي حصل في فتح السجون. ولما يتفتح التحقيق هيبقى من حق المحامين اساسا ان هم يعرفوا سبب دخولنا السجن. وفي حاله زي دي طبعا هيتم استدعاء الضابط هيثم اللي عمل القضيه لسماع اقواله، وبكده بقى هيخرج من الجحر اللي هو فيه بالطريقه اللي انت ممكن توصل له. تمام. وانا مالي ومال هيثم؟ انا عايز اجيب حقي بالقانون يا عمر، مش انتوا دايما تقولوا لي لازم تجيب حقك بالقانون؟ اديني بحاول يا سيدي. لا شيخ، مش بقولك حبيتك؟ عموما يا سيدي فكره هايله جدا ايا كان هدفك منها، وفي نفس الوقت هتساعدنا على ان يبقى عندي مبرر ان اكمل الحمله في موضوع فتح السجون. صح كده. انا من بكره النجم هروح لاهل عبد الرحيم، كل مشوار ياخد له 10 15 ساعه. اول ما اوصل هقنعهم ان هم يقدموا بلاغ في الداخليه، يعني يفهموا ايه اللي حصل لابنهم. يا سيدي ان شاء الله اقول لهم ان هم هياخدوا فلوس تعويضات. مش بقولك حبيتك؟ تاني يوم بقى هاخدهم واطلع بيهم على الشهر العقاري، اخليهم يعملوا توكيل لمنى، يعني عشان تقدم بلاغ مشترك بيننا وبينهم. بس المهم منى ما تعرفش انك رايح الصيد عشان ما تقفش في الموضوع وتقول لك بقى على جثتي لو اتحركت من هنا. ما انا مش هقول لها. اوعى تقول لها يا عمر. بس لو اتمسكت ان شاء الله خير، ربك ستار. ابسط يا عم، خلاص منى هديت وهتيجي بكره تعتذر لك على الكلام اللي قالته. هي اللي تعتذر لي؟ معقول يا جماعه؟ ده كلام هتزعلوني منكم؟ ده انا اللي هعتذر لها وابوس ايديها وابوس دماغها. اللي اقولها شادي، هي اسمها الرباعي ايه وعنوان مكتبها؟ هي مين؟ منى؟ منى. عايز ابعت لها اعتذار في الشهر العقاري. ما تقلقش، قوله مش هيحكي لها. ولا يا شادي؟ هي مين؟ منى؟ بس يا فندم كل الشواهد بتقول ان الشباب الطاهر اللي خرج ب 25 جنيه ساب البلدان خلاص بعد سماع خطاب سيادة الرئيس اللي بيعرف فيه ده ولم يترشح مرة. لا انا بتكلم عن موضوع عمل، انا بتكلم عن القرار الاستراتيجية اللي انا قريتها لحضرتك. يا بنتي حرام عليكي نفسك وحرام عليكي التليفون، بقالك ساعتين عماله دي 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 دي. ما انا قلت لك يا حبيبتي دول حاطين نمر كده وكده. ايه يما مش قادره اسكت؟ يما مش شايفه الراجل عمال يكذب ازاي؟ والست اللي قاعده قدامه دي عماله تقول له قول اسامي قول اسامي قول لها في الوقت المناسب، يعني شو سمعت الناس وخلاص؟ وانت يا اختي ناويه تعملي ايه يعني؟ هعمل ايه؟ هعمل ربنا يقدرني عليه ان شاء الله، بس اوصل لحد فيهم الاول. انا حالفه ان انا مش هسكت تاني على اللي بيحصل ده. اوصل بس لاي برنامج من البرامج اللي حاطين ارقام تليفوناتهم دي واقوم دافع عن الثوره على طول. طب يلا خلاص يا اختي بسرعه قبل ابوكي ما يطلع من اللجنه الشعبيه ويتخانق معاكي زي امبارح. وهو ما بيقدرش عليكي، بيقدر عليا انا، ما حدش شايل الهم في البيت ده غيري. بس ياما خلاص هم بيردوا. الو السلام عليكم، برنامج بحبك يا بلدي، والنبي عايز اعمل مداخله، انا اسمي شيرين. ما تجيبيش اسم ابوكي خالص، سامعه ولا لا؟ ايوه انا اسمي شيرين محمود عبد الناصر من رشيد. انا عندي معلومات خطيره قوي عايزه اقولها على عيال بتوع التحرير اللي انتوا بتقولوا عليهم قابضين دول. ادي يا سيدي نص التوكيل اللي لازم يتعمل، ودي لسته باسماء المحامين اللي شغالين مع منى في المكتب. خد بالك لازم التوكيل يتعمل باسمائهم كلهم عشان لو حد فيهم ما قدرش يروح الباقيين يعرفوا يروح. ما شاء الله شغل الظلم في البلد دي مفيش اكتر منه، مع ان عدد المحامين قليل. اوعكم جبت لها سيره على سفاله ان. عيب عليك، ما شكتش في حاجه. انا قلت لها ان انا بعمل توكيل لاسره شهيد، اصل احنا اليومين دول بنجمع توكيلات من اسر الشهداء عشان نرفع قواضي على مبارك والعدلي. ايه الابتسامه دي؟ هو انت ما بتبطلش تكسير مقاديف؟ ما انت اهو رايح للناس تجمع توكيلات عشان خاطر ترفع قضيه. طبعا عندك حق. معلش بقى يا شهيد انا مضطر اقوم انام عشان عندي سفر بكره الصبح. لا استنى، ده في مفاجاه، في فيديو مهم لازم اقوله لك. والله طب ما اتفرجنا عليه وخلاص. لا ده بالذات ما ينفعش، ده انت بنفسك هتحب تتفرج عليه لوحدك وتحتفظ بيه. انا بس عايزه اوجه كلامي للست اللي هو اللي قاعد قدام حضرتك ده. الحمد لله، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. طبعا انا بشتغل وبتعب وبشقى عشان خاطر البلد دي، عشان خاطر مصر. انت
بتحب بلدك طبعا، وعايزه اقول لك ان ربنا هيبتديك بمصيبه ان شاء الله ولا حاجه تشوهك زي ما بتشوه سمعه الناس اللي اطهر منك واطهر من اللي مشغلينك ان شاء الله. ايه اللي بيحصل؟ اهدى يا فندم. لا 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 انا مش ممكن اكمل السوق ده ابدا، مش ممكن اكمل. اتفضل اقعد. اتفضل حضرتك. ايه ده؟ انا عايز اعرف حضرتك عارفه بتتكلمي مين؟ مين اللي زقك علينا؟ تقدر انت تقول بتاخد كام عشان تطلع تتكلم على الناس الكلام الوحش ده؟ على فكره انا ليا واحد قريبي طلع في برنامج زي البرنامج اللي انت فيه ده دلوقتي، وهو خارج لقى الناس المهمين اللي قاعدين. في ايه؟ ايش كده بقى؟ اوعى بقى يا صدري ظهرك يا بنت لتوكت الحزام عشان دراعك ما اتكسرش زي المره اللي فاتت. لا ما تخافش عليا، انا واخده على كده. خد بالك انت بتلفني. كده اهو يا راجل. حبيبي يا حبيبي لا اله الا الله محمد رسول الله. عيني عليك يا بنت شيرين، ملهاش حظ زي البت دي.